رغم كونه ضريرا فاقدا لحاسة البصر، فأنس الفيلالي الطفل المغربي المقيم بفرنسا فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الإملاء باللغة الفرنسية، متفوقا على 5000 تلميذ قدموا من مختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية بفرنسا. عندما كنت صغيرا كنت دائما أسأل أفراد أسرتي عن كيفية كتابة الكلمات، أثارني هذا كثيرا وكنت دائما التفكير. أنس يبلغ من العمر 12 ربيعا، يتابع دراسته بالقسم الخامس ابتدائي بمدينة فاندوفغلي ضاحية مدينة نانسي شرق فرنسا. اليوم هو مصدر فخر واعتزاز لعائلته. انا فرحانه بولدي جا الاول في فرنسا في ماده الاملاء وحنا فرحانين به بزاف. بعد شهرين من ولادته اكتشفنا انه ضرير، لقد عانينا لمدة 7 أو 8 سنوات، لكن بعد ولوجه لإحدى المراكز بدأت معاناتنا تخف حيث قدموا لنا المساعدة. لمتابعة دراسته يعتمد أنس على طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين. بفضل التقدم التكنولوجي يمكن لأنس أن يكتب بطريقة برايل، وبإمكان أساتذته قراءة ما يكتبه بشكل سهل. كما ترون توجد شاشة هنا يتمكن من خلالها الأستاذ من قراءة ما أكتبه، كما بإمكاني تسجيل ما أكتبه على حافظ للذاكرة. رغم الإعاقة البصرية فأنس الفيلالي يبصم على مسار دراسي متميز، يساعده في ذلك أساتذته وأسرته. لأنس حلم يود تحقيقه في المستقبل. أتمنى أن أصبح أستاذا في المستقبل، ولكي أبلغ هذا الهدف علي مواصلة الدراسة بشكل جيد. أنس الفيلالي مثال حي للتحدي والمثابرة، هو اليوم يؤكد أن لا مجال للمستحيل في قاموس الطموحين.